شنو نقول لكم؟ سعرت سعرت سعرت. احيانا راه هاد الطرق اللي كتكون تقليديه راه كتجيب نتيجه بزاف بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بوجوه الخير، أهلا بالناس الطيبة، أهلا بكل من كيشوف قناة سحر الطبيعة. كنتمنى يا ربي فيديو اليوم يلقاكم في أحسن ظروف وسعادة دائمة. أول حاجة بغيت نقولها لكم، الله يفرحكم بالنجاح ديال وليداتكم. أي أم عندها وليداتها في جميع المستويات كيدوزوا امتحانات، الله يفرحكم ويدخل الفرحة لدياركم إن شاء الله، وتفرحوا بوليداتكم بشي معدل عالي وبمناصب كبرى إن شاء الله، وتشوفوا فيهم كاع داكشي اللي كترجاو. كلكم قولوا آمين وكتبوا لي في التعاليق آمين. الله يفرحكم الله يفرحكم، كندعي لكم من قلبي، لأن حتى أنا أم وعندي وليدات، وكنا كنبغيو الخير لوليداتنا، وكنا كنبغيو النجاح والفلاح لوليداتنا. لهذا الله يرزقكم هذه الفرحة إن شاء الله، وتعمر ديوركم بالفرحه بوليداتكم كاملين وجميع الوليدات المسلمين. يا ريت وما يا ريت ما تنساوش خصكم وبنتكم اللايكاتكم حتى انا باش ننجح. راه ما احلى واحسن طعم النجاح، الله يذوق لكم ويذوق لوليداتكم. فيديو اليوم فيه حيه بسيطه في متناول الجميع كما عودتكم دائما، وان شاء الله تعجبكم وطرقكم وتنال الرضا ديالكم. ما نطولش عليكم حبيباتي اكثر، نمشي نشوفوا هذه الحيل، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وهنا البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الفكره على السريع، وهو فيما يخص مثلا الا كانت عندنا الكفته وكانت عندنا في المجمد وبغينا نجبدوها ونطيبوها ديك الساعه، ما عندناش الوقت باش نتسناو انها ترخف ولا تفك. اول حاجه هي بعد اول نصيحه وخصوصا كدير مع الكفته، هو انها من نهار اللي كتبغيو تخزنوها كتقسموا القياس اللي بغيتو، ما تخليوهاش هكا ككتله واحده، حاولوا انكم تبسطوها هكا كما كنقولوا بحال هكا رقيقه، باش ملي كنجبدوها بسرعه كتفك. ولكن الا ما عندكش الوقت اولا مثلا ما درتيش لها الطريقه وبقات هكاك على شكل كره، احسن طريقه وانا دائما كنديرها كنجربها وكتصدق معايا، وهو انه ملي كنجبد القياس اللي بغيت ديال الكفته بحال هكا كنعلقها كيف ما كتشوفوا، غير في هاد العقده هذه كنجي لهاد العلاقه هذه وكندير لها بحال هكا، وسبحان الله بسرعه كتفك واخا تكون كره بحال هكا، بعكس انني الا كنت حاطاها غير على سطح العمل ما كتفكش بسرعه. هذه عن تجربه البنات، كتجيبي غير دوره جوج كتجيها نتوما شوفوا لقيتها ها هي تفكات بكل سهوله. كنتمنى يا ربي هذه الفكره تعجبكم، ونمشي ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. هنا يا خوتي وخواتاتي جيت معكم لواحد الحاجه زوينه 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 بزاف، وهي فيما يخص الهالات السوداء اللي كتكون تحت العين. غادي ان شاء الله غادي ما تبقاش فيكم، غتاخذوا واحد طريف هذا الشيء بجوج، يعني مرصو صغيور ديال البطاطا ومرصو صغيور ديال الخيار، شديتو ما انا حكيتو في الحكاكه بحال هكا، وغادي تقبطي هاد البطاطا هذه وغادي تعصريها، غرضنا في هاد الماء هذا اللي هو النشا، وغادي تقبطي الخيار كذلك من بعد ما حكيتي حتى هو كذلك غادي تعصريه، وغادي تجمعي ليا الماء ديال الخيار مع الماء ديال البطاطا، هاد جوج مكونين بحال هكا، وكتقبطي اي كتعرفوا هاد القطر اللي كنزولوا به المكياج اللي كيكون على شكل دائري، ما عرفتش شنو سميته بالضبط، والله ما عرفتو ما عرفتوش، لان اختكم في هاد العالم ديال المكياج وهاد الشيء وهذا زيرو. هاد الشيء رانا معلوماتي ضعيفه جدا فيهم. المهم هذا ولا قطن عادي ولا اللي كان، كتغطسوا القطن ديالكم بحال هكا، عصرو شي شويه، غادي تكي على ظهرك وغادي تاخدي هادو وتحطيهم مباشره تحت العين، يعني في تحت عينيك فين عندك الهالات، خليهم بحال هكا، ديريهم بجوج بحال هكا، وخليهم حتى كتحسي بان هاد يعني البش تحت عينيك شربت هاد جوج مكونين، وهاد القطن بدا كينشف. كرري العمليه شحال ما بغيتي، ما عندكش مناش تخافي، كلشي طبيعي، الخيار والبطاطا طبيعيين، الا ما نفعوك ما عمرهم يضروك. والنصيحه اللي غادي نقدر نعطيك هو انهم ما تسهروش بزاف، كذلك ما تشربوش القهوه كحله بزاف، كاينين المدمنين على القهوه هما اللي كيبان عندهم هذوك الهالات السوداء، والصهير كنعرفوا حنا دابا يعني الصيف والعطله هذه كنسهروا شي شويه، ولكن ماشي بزاف، ما نسهروش بزاف لان هذاك الصهير خايب وكيرجع كيبان لينا على البشره ديالنا. بالنسبه لي غتسولني تقول لي واش ممكن ندير بزاف ونحتفظ به في الثلاجه، يعني ما لا داعي، راه غير طريف ديال البطاطا صغيور، طريف ديال الخيار صغيور، حكي راه غير شويه، انا مازال هذا راه عطاني كميه كثيره، ديري غير شي شويه فين ما تبغي ديري واحد جديد، عاوتاني خدي مرسو مرسو، من الاحسن ومن الافضل ديريهم طريين. هذا ما كان، ونمشيو ان شاء الله تشوفوا الفكره المواليه. هنا البنات سمعكم هذه التدبيره فيما يخص النساء اللي كيديروا المكياج بحال هكا، وعندهم العكر اللي كيكون كما كنقولوا نشف، واخا كتعكري فيه في الشفاه ديالك ما كيطلقش هذاك اللون، وما كيبان بحال ما عكرتيش وما كيعطيش اللون، كيكون نشف. اشنو غديري؟ غادي تاخدي واحد شي شويه ديال الفازلين بحال هكا غير شويه، وغادي تاخدي واحد طريف من هذاك العكر اللي نشف
وما بقاش يعني كيعطيك اللون بحال هكا، وغادي تخلطيهم بجوج بيهم بحال هكا، راه كيرجع يتيدم كيرجع يعطي اللون كيدوب كما كنقولوا. واصلا كتعرفوا بان فازلين مزيانه حتى الشوارب اذا كانوا ناشفين، راه فازلين زوينه، هانتوما شفتوا كيعطي اللون وكيرجع ما كيبقاش ناشف، وكيعطي اللون على حسب اللون اللي عندك انت ديال العكار ديالك واللي كتفضلي. كنتمنى يا ربي التدبيره تعجبكم، بدل ما ترميه يعني استغليه غير حيت نشف، ما ترميهش. هاد الطريقه ديال الفازلين راه زوينه. نمشيو ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. هنا خواتاتي بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي بغيت، اللي جربتها يعني كتعاني من هذا المشكل وجربتها ولقات سيغ بلاص، يعني في البلاصه لقات عليها الراحه، تفكرني في ديك الساعه ودعي معايا ودعي ليا بالرحمه للوالدين. هذا الشيء اللي بغيت، وهو فيما يخص البنات الدرسه، الله يجيكم ويجينا ويجي الجميع. كتوقع لينا البنات احيانا يعني شي حاجه اللي عاديه كتوقع كتنوض علينا الدرسه، ودائما الدرسه المسخوطه كتنوض في الليل اللي ما كاين لا طبيب لا والو. غنعطيكم واحد التدبيره ديروها اللي تسكر عليكم وغتنعسوا، راه حتى ما كيطلع النهار وكتمشي ديك الساعه تعالجيها اولا كتمشي للطبيب. عندك كتاخدي فص ديال الثومه، كتاخدي واحد الكوردون هكا ولا هاد القطيف ديال الشوا، غتصيه فيها بحال هكا، قبدي البريكي ديالك وشعليها حرقيها هكا بحال كنعقموها، وفي نفس الوقت هاد هانتوما كتكحل، وهاد هاد القشره ديالها كتزول بكل سهوله بحال هكا. صافي ها هي راه دفات، غادي تشديها غادي تنقيها كيف حال هكا. غتاخدي شي طبيصيله وغادي تشدي يد المهراز ولا شي حاجه وغادي تدقيها بحال هكا، تفرشخيها كما تنقول بحال هكا. المهم بقاي دقيها الدقيه حتى كتمعس كامله، وكتاخدي منها وكتحطيه فوق الدرسه مباشره. اقسم بالله ربي وانا عارفيني وانا ما كنقدرش نحلف كذوب باسم الله، انا شخصيا جربتها واحد الليله، راه مده هذه يعني ماشي قريب، اختكم درتها الدرسه. شنو نقول لكم يا البنات، سعرت 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 وعرفت ملي كدرك الدرسه راه ما تبغيهاش العدوك، عدوك الا بغيتي تدعي فيه قول له سير الله يعطيك الدرسه الناس ناعسين هو تيعرعر غادي جاي غادي جاي كيبغي يضرب راسه مع الحيط. واعره البنات فعلا واعره. قبضت غير شي شويه ديال الثومه ويعني معستها بحال هكا وحطيتها في الدرسه، والله راه شاهد على ما اقول، الا سكرت عليا في البلاصه ونعست حتى الصباح بيد ما مشيت للطبيب. يعني احيانا راه هاد الطرق اللي كتكون تقليديه راه كتجيب نتيجه بزاف بزاف. جربوها البنات ان شاء الله اللي كتعاني هكا، ولا الوليدات هكا، تعرفوا الوليدات الصغار خصوصا اللي كدرهم الدرس راه ما كيصبروش، هما كيسهروا كيسهروك حتى انت معاهم. ديري ليه غير طريف ديال الثومه سواء اي واحد دراتو الدرسه، راه ان شاء الله غادي تلقاو النتيجه. وهنا حبيت نذكر خوتي وخواتاتي اللي نساتني وما ضغطتش على اللايك، تنزل دابا فضلا وليس امرا، دعم اختها وتساعدها باللايك ديالها، وشكرا لكم كاملين. هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امن الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع حيه الاخرى ومع الف سلامه.